قابلت في اسبوع واحد كان شويه العياء، والحمد لله دخلنا في مقابله عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. كما كتشوف كان الدخول ديالنا في المستوى، كانت المباراه غدا ما بين الطرفين. الفريق الخصم استغل ضربه خطا اللي استغلها من مربع العمليات. دخلنا في الشوط الثاني بالتعليمات ديال السي حسن باش نحاولوا نداركوا الموقف ونحصلوا على التعادل ولما لا الفوز. كما كتشوف الهدف الثاني جاء على مباغته ديال هدف ديال مابيدي اللي حسم اللقاء، وكنتمنى ان شاء الله نعوضوا النتيجه في قادم مقابلات. كما كتعرف فريق الرجاء فريق كبير، حتى هو خصم كبير عنده جمهور كبير، وكنتمنى ان شاء الله نعوضوا النتيجه في مقابله اخرى ان شاء الله.